مرحبا، حلقتنا اليوم مميزة مش بوجودي بس بوجود رنا. رنا تعرفت عليها صديقة وإعلامية وزوجة وأم، وهلأ زادت ألقابة لقب جديد، هي رئيسة بلدية حسرون. بقى أنا بدي أتمنى لها كل التوفيق، ومثل ما نجحت بهوليك المراحل من حياتها أكيد أنا هلأ رح تنجح أكثر وأكثر بهيدي المرحلة الجديدة. وللرئيس بدي أقول له عمرها ايد بايد مع رنا، وعمرها ايد بايد مع اهالي حسرون، والف مبروك مش الهم، مش للرئيس وللرئيسة، بدي بارك لحسرون اكثر شيء. حياتي يا كريستال، رح يكر دموعي. يلا اهلا وسهلا فيك، بتجنني بحلقه جديده انت والمشاهدين. صورتك لانه حسيت كثير مؤثره اللي عم تقولي، وميرسي كثير، وعلى امل اكيد نكون قد هالمسؤوليه ونحن قد اكيد ما عندي شك. وميرسي لك بكل شيء قلتي، لانه هذا نابع من قلبك الحلو والابيض اللي بيشبهك. اهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن كروته العرس. بحب انه احكي اكثر، انت خبيت عنه هيك بس انا بنحكيهم تحت الهواء. ونحكي عن كروته العرس لكل الاشخاص اللي عم يحضروا عرسهم بفصل الصيف. اكيد جميل برينتينج بريس هو العنوان الاهم والاساسي تتزوروه تطلع عندكم. بركي اذا بدنا نقول كارت كثير حلو، كارت كل ما ترجعوا تشوفوه تقولوا عن جد I made the right choice. ما كنت عم قلك تحت الهواء انه انا كارت عرسي بحس احلى كارت، واذا يمكن هلا يمكن بيرجع حدا بيرجع بتجوز انا وجيران عم نرجع معهم زيت الكارت. بقى كثير حلو انه واحد يكون مقتنع بالاشياء اللي عم يعمله، وخصوصا اذا كان بين ايدين ناس كثير بروفيشنال مثل جميل برينتينج بريس. اهلا وسهلا كريستال، كيف فيك؟ اهلا فيك يا ريت. اشتقنا لك. انا كمان كثير. شو الاخبار؟ كيف الموسم بلش؟ بجنن. ومثل العاده على طول في افكار جديده بجميل، وبدنا نوجه تحيه للوالد اول شيء ونقول له بركي من شي 8 سنين اكثر كان عملنا ريبورتاج كثير كبير عن مطبعه جميل، وتابعنا كل المراحل اللي بتمرق فيها الورقه تصير كارت مع الطباعه وكل شيء. خبرينا شو اللي تريندينج السنه؟ هالسنه يعني اكثر شيء دارج هن الكروتي باحجامها الكبيره. بقى طلعنا شوي من التراديشنال بس خلطنا بين القديم والجديد. يعني القديم هو بشيب الانفلوب الفي، اوكي، اللي هي من سنه لسنه ما بتروح موضتها، بس كبرنا شوي بالقياسات مثل ما هلا دارج. بقى رح فرجي انا هون قياس انفلوب، ورح احط تقريبا انفلوب اصغر بس المشاهدين يقدروا يعملوا كومباريزون بالفرق بالقياسات. بقى بنلاحظ انه الشيب بعده دائما لسان الفي، بس القياس هو يلي كبير. بقى هون بنشوف انفلوب كبير، حتى كمان هون زدنا فكره جديده كرمال الليس دو مارياج، صرنا دائما عم نزيد بقلب الكارت مثل انفيزبل بوكيت، جيبه صغيره مخبايه بقلب الانفلوب الاساسي تبع الكارت، ما بتبين بس بتكون معلقه فيه ليست دو مارياج. هيك احيان يعني، هيك احيان ياخذوها معهم على البعض، تاخذوها معهم، ما بتكون مكبوبه بقلب الكارت من جوا بقلب الانفلوب. اوكي. بقى هالانفيزبل بوكيت كثير عم بحبوها الزبونات، عم تعطي ترتيب اكثر للكارت. حلو حلو. اوكي. كمان ما بدنا ننسى قديه التدهيب دارج هالسنه بالكروته. اكيد بنلاحظ انه مع الوقت عم بينزيد اكثر تدهيب بالكارت. يعني ايام بنحط بس الاسامي، بس هلا العالم عم تحب انه يكون كل الكارت مدهب كل النص. حلو. اكيد الوان التدهيب بتتغير. هون جايبه انا كتالوج بس تفرجي شوي الزبونات. عندنا الذهب اللميع، عندنا الذهب المات اللي كثير دارج هالسنه. اوكي. عنا الفضي كمان مات ولميع، وفي ترند جديده مثل ما هي دارجه بالساعات وبالخواتم هي البينك جولد. حلو. على روزي كمان كثير عم ينطلب لانه عم يعطي اسبري جان للكارت، وشوي بيطلعوا من الذهبي والفضي الكلاسيكي يعني. أوكي. أوكي. بس اكيد ما فينا ننكر انه بعده الذهبي هو الطاغي على كل الكروتة. حلو، حبيت. ايه حلوين كثير هالسنه الكروتة. في عنا كمان شيء جديد عم نستعمله هو التنفير، ما بعرف اذا ببينوا على ببينوا عندي. ايه التنفير ديزاينات منفره. اوكي. هون بنلاحظ حاطين الكارت برات الانفلوب،
مثل السيستم الامريكان ما بيجي الكارد بقلب الانفلوب، بيجي من برا هيك بينحط وبينكتب اسم المعزوم ديركت على الكارت مش على الانفلوب من برا. اوكي. وبينسحب بهيدي الطريقه، هون بيكون منفر لبرا. بس تبرميه وتقرا التكست بيصير رسمه التنفير من تاني ميل لجوا. Very nice. كمان هون عم نحكي كومبينيشن ما لنا كتير كلاسيك لأنه استعملنا انفلوب رمادي مثل الكتيبة، وعندك الديبوسينج وعندك البينجولد الأسامي. بقى جمعنا كذا فكرة بفكرة واحدة، بس أكيد يعني ما بنخلي الكارت يعطي عم عجق. أكيد لأنه بعده سامبل وحلو. صح. وهذا اللي بميزكن يعني بعتقد عن غيركن. إيه تقريبا. هون كمان عنا فكرة التنفير على الانفلوب وبيعطي رابير من جوا على الكارت كمان نفرني. هون اذا بتلاحظ الانفلوب والكارت نفس الديزاين محطوطين بالتنفير. لاحظنا انه كمان بالكتيبة مغير يعني together with their parents، مش انه حاطين مستر اند مسز. مزبوط. قالوا هيك بتعرفي انه شي جديد لانه بتحس هلا في عالم بهذا الموضوع عندهم شوية تحفظ منهم الوالد يعني انه دايما بحب انه ينذكروا الاهل لانه هو بيعتبر انه هن الاهل يلي عم بيفرحوا بولادهم مش بس ولاد. مزبوط هيك. بس انه بتحسيه ستايلش يعني منه انه الكارت اللي عادة. مزبوط. بس كمان في عنا ترند جديدة هلأ عم تنعمل كمان هون منلاحظ بالكارت القديم أنه عم نعمل كروتة بالأنجلي وكروتة بالعربي. الكارت العربي اللي بيتوزع عم بيكون تقريباً على العيال. أوكي. بيكون النص التقليدي. أوكي. والكارت الأنجلي اللي مثل هيدا عم بيكون للجان يلي عم بيتوزع للأصحاب عم بيكون النص اللي مش تقليدي أنه العروس والعريس هن يلي عازمين. أوكي. وبتعرفي مع تطور الوقت بديك يعني تتويك بكل شيء وبديك ترضي كل الأذواق. عم شوف هيدا البينك جول هون البينك جول. اوكي. كريستال عادة بيقولوا يعني لازم يكون زيت الكارت للكل ولا لا؟ بلا، هو الأصول أن يكون يعني الكارت للكل. حتى مفروض يكون الكروت إذا تقرروا ينعملوا بالعربي يكون عم يتوزع للكل. صح. او بالانجلي للكل لانه مش مفروض تميز العالم. بس بما انه عم بينقسموا الاصحاب لحال والعيال والاهل لحال خلاص صرت ايه؟ مجبورة بقى صرت مثل كأنه عم تفصل بين الاصحاب وبين العيال. ما عم بيصير في مثل انه مش قصة مشاكل بس انه خلاص صار كل واحد ابار. صح. الاصحاب رح يوصل لهم كلهم زيت الكارت والاهل رح يوصل لهم زيت الكارت عشانك ما في مشكل. اوكي هيدا شو الكارت اللي هون مهدوم؟ هون الكارت حبيت احكي مش انه موضوع زبالي بس انه بما انه هلا هيك كنا مرقنا بفترة بقى نحن كثير عم نشجع على الورق البيسيكلي. برافو حلوة. شفت ليه بحب جميل؟ اوكي. كمان دارج يعني ما بنذكر قد ايه دارج القصص القديمه والفينتج. صح. بقى نحن حبينا نزيد ونشجع العالم انه يتبعوا على ورق ريسيكلي. حلو الفكره لانه كلنا رح نكمل كارت بالاخر وكثير عم بتلاقي انه اقبال حلو والعالم عم ينبسطوا بهيدا الفكره. حلو. وحتى عم نكتب ايام انه هيدا الكرتون ريسيكلي. حلو. بقى برافو. انا بحب هيك بس حس حالي يعني يمكن ما عم ساعد بكتير بس بقصص صغيره. برافو. اذا كل واحد منا بمصلحته بشغلته بيساعد بشغله صغيره صح بنقدر يعني نكون عم نخدم مجتمع بلا ما نحس بطريقه انديركت ونضل نكون عم نفيد. حلو حبيت كثير الفكره وبرافو جميل يعني على طول انتم السباقين بالاشياء. ميرسي. اوكي بقى هون الكارت كمان بنشوف الالوان طريقة النص كمان كيف عم تتغير. اوكي. عم ينحط على الكارت دغري السناب شوت، الانستغرام، الفيسبوك. حلو. يعني كله عم ينكتب على الكارت. حسيت كمان شو اسمه اللوكيشن كيف توصليه للماب. مزبوط. لأنه صار في كتير فانيوز، صار في كتير محلات. 100%. صار في كتير زواجات مختلطة. مش عم نحكي بس قديم، عم نحكي من كذا بلد. بقى بدك تساعد العالم وتهينيلهم يعني كل شيء عم تقدميلهم اياه بالكارت تكون عم بيساعدهم تيوصلوا على اللوكال على كل شيء وتما يكون في كذا ورقه ويضيعوا هيدي السنه. نجرب قد ما فينا نعمل كل شيء
تنرضى الكل. حلو. هون كمان كان بدي فرجي فكرة المذهب برميد الغامي. اوكي. كمان نرجع هون على الامبوسينج تنفير. كمان عندنا الانفيزبل بوكيت. ميستو مارياج. حلو. يعني منجرب نتبعهم كلهم مع بعضهم. هون كمان هذا كارت بحبه كتير لعالم كوب الأصحابي. صاروا أصحابي بعد الشغل يعني. كمان ما بعرفون إذا عم ببين التنفير. أوكي. وهن معك بنقود ديزاين أي كريستال؟ أكيد. نعمله كل زبون نعمله كارت له حسب تم عرسه فكرته الإسبري طبعا العرس. وتا كل كارت بيوصل يكون عن جد صورة عن العروس والعريس وعن العرس. عن العرس كمان هون نشوف البينجول تنفير. كمان هذا الكارت عندنا الانفيزبل بوكيت. تشوفي كيف الليز دو مارياج تحسيها مرتبة بقلب الكارت جاي على القد. اوكي. حلو كتير حبيت. في كمان شغلة بدي احكي عنها. بما انه هلا كبروا العيال وكثروا المعازيم والعالم كلهم مشغولين باشغالهم، تحس الاهل بيشتغلوا والعرسان بيشتغلوا، صار في موضة جديدة كمان انه الكارت ما بينبعت بزيارة رسمية مثل ما كانوا من ايام زمان يروحوا يقدموا لكل بيت كارت زيارة بالايد، وصاروا عم بينبعتوا بكوريا. اه حلو. كرمال ما يوصل الكارت مجوي ولا موثق كمان عم نعمل فكرة جديدة بكيس. حلو. بنحط الكارت بقلب الكيس. اوكي. وبيوصل للعائلة نضيف بطريقة مرتبة. اكيد الكيس بيجي باسم العرسين. وهيك بيوصل مرتب. حلو. وعم بتقدميه بطريقة كمان يعني كلاس. هيك ايه ومحترمة. حلو حلو. كيف عم تلاقوا الاصداء؟ شو اكتر شيء عم يعجب الناس؟ يلي عم انه نحن تقريبا انت بتعرفي انها مش اول حلقه بنعملها، نحن ما بنخلي حدا يفل من عنا زعلان لانه نحن بنصنع الكارت مثل ما هن بدهم واكيد بنحط خبرتنا المتواضعه يعني بالكارت. فالحمد لله لهلا ما عم نلاقي مشاكل يعني نشكر الله. وقد ايه عم بحبوا الكروت الجديده وقد ايه عم بحبوا الشغل معك؟ يعني انت بتعرفي هن بيبلشوا مشروعها. ايه بصيروا اصحاب كلهم. بيرجعوا بصيروا اصحاب وبصيروا عائله يعني على شوي. 100%. واكبر دليل انه بينجح الكارت يعني احنا كارت عرسنا من 4 سنين بتذكر وقت تزوجنا جينا بذات السنه كذا كارت بيشبهه يعني جربوا يقلدوا هو زيته بس ما ظبطت معهم لانه ما راحوا عند جميل بس انه عن جد لانه خلص بياخذ هالقد سكسيس كارت وهالقد بيكون حلو وناجح. بدي احكي عن نقطه قبل ما نصلي. بدي اقول انه سعر الكارت مش هو دائما اللي بيحدد اذا الكارت حلو او لا. بدي اسالك عن الاسعار. هو فكره الكارت بجميع بفكرته بترتيبه ببساطته. بقى في عنا بتخاف من الاسعار. انا بقول لهم انه ما يخافوا ولان احنا عنا اسعار لكل البيدجيات ونحن شو ما كان السعر ما بنقبل الا انه الكارت يكون كتير حلو. وفي عنا بيجوا بيقولوا لي انه نحن ما بدنا نتكلف على الكارت لانه بالنتيجه بده ينكب. انا هيدي الفكره ما بحبها لانه الكارت هو اول صوره بتوصل لك عن العرس. عن العرس صح. وهي انت اول صوره هي اللي بتنطبع عندك صح. يعني انت من الكارت تقدري تعرفي شو ناطرك شو بالعرس. ناطرك بالعرس صح. هي الانترودكشن. بقول لهم انه هو الاكل رح ينكب، الورد رح ينكب، الزينه، كل شيء بالنتيجه رح يخلص. بس ما تحطوا فكرة انه الكارت ما بدنا اياه انه بدنا شو ما كان لانه بده ينكب مش مظبوط. الكارت هو واجهة العرس وواجهة العرسان صح. وخلينا نقول اليوم بما انه في اوراق يعني عم تستعملوا انتو الريسيكلاج بقى حلو حلو انه يكون حتى لو الكارت كتير كبير ما تعتلوهم حتى لو انكب نحن نرجع نعوزه مظبوط بطريقة ريسايكلينج. خلينا نعطي رقم التليفون والادريس لكل يلي عم يحضرونا. نحن بسد البوشرية بالمدينة الصناعية بوج بنك الاعتماد. رقم التليفون 01
480-8060. وانتم موجودين بالمطبعة بس اكيد لازم يحكوك كرمال رانديفو ما يفوتوا ببعضهم المواعيد. من التسعة للأربعة لكل المشاهدين رح يروح يكون في اهتمام خاص اكيد مثل العادة كريستال. ومنسلم عم سؤال جميل نرجو تحية كثير كبيرة من هون لأهلك كلهم. وبعتقد انه اليوم يعني بتعرف على كريستال عن جد كثير صديقة عزيزة. بدي اشكرك على كل الكلمات الحلوين اللي قلتيهم اول شيء. هون من قلبي يلي بيشبهوك من نص قلبي بعرف ما عندي شك. كريستال خلينا نعطي لكل الاشخاص اللي عم يحضرونا على السوشيال ميديا العناوين يعني فيسبوك وانستغرام شو هن؟ جميل برينتينج بريس وعلى الانستغرام جميل برينتينج. بشوفوا مجموعة كبيرة بياخذوا منا افكار قبل ما يجوا لعنا سوري. واكيد يعني اذا ما كل مش كل شيء بشوفوه على الانستغرام وعلى الفيسبوك نحن مش عم ننفذهم لهم. رقم التليفون 01-480-8660. اوكي بتكون عندنا حلقة تانية عن مع حضرتك شو ويدنج بلانر كل مرة بنأجلها بس لازم نعملها قريبا هيدي الحلقة. نشكر كل اللي تابعونا لليوم. الى اللقاء بكره بحلقة جديدة.